يا سلام، انا ما ادري كان يسولف عنك. الدكتور صار يدور علاج، المداوي صار يدور دواء، يدور مداوي. الدكتور مريت في المرحله دي يا دكتور ولا هو الان قال المداوي صار يدور المداوي تالي الايام في حاجه مداوي في وما في شك الطبيب يمرض ما حد ينكر. يا سلام يا سلام، يعني الدكتور اي يمرض هو دكتور ما يمرض يعالج روحه. لا لا قصدي ياخذ علاجات، تاخذ علاجات يعني. قال شوف احنا اقوى ناس ممكن نمرض. قلت ليش؟ قال نقابل كل المرضى. يعني احنا يدرس الاطباء طبعا في الطب كيف تتعامل مع الاخرين، هذا فن. نعم يا سلام. وكيف ما يعني لا تتاثر، يجب انك ما تتاثر، لانك لو يعني الاشياء اللي نسمعها من الناس تخلي الواحد يتعب نفسيا. يعني مثلا مجرد مقابلتك لمرضى السرطان، صح ولا لا؟ نعم. الحالات المميته، المآسي الاخرى، الاشياء تؤثر على الطبيب ما حد ينكر، او على المورد الصحي. ولكن في طبعا اثناء الدراسه واثناء في مهارات نسميها، تاخذون دورات. دورات نعم، مهاره التحمل، مهاره التعامل مع المريض، فن التعامل مع المريض، فن اخبار المريض بالاشياء السيئه، فن فكلها ايش؟ يعني خبرات. وبحيث انه الانسان لكن الطبيب يتاثر ما حد ينكر. الانسان يعني احيانا تدمع عينين. واذكر مره كنت في المكتب وجاني رجل بسيط، جندي بسيط، قال لي يا دكتور نسولف انا وياه. فعنده 11 ولد، خمسه منهم معاقين. صعب. نعم. خمسه او نسيت والله بالضبط، بس وحاجه ضعيفه. فسبحان الله، احنا الواحد لو ولده يمرض يتعب، صح ولا لا؟ نعم نعم. ولد راح. نعم. فسبحان الله العظيم، فقلت والله لما خرج من المكتب يشكي هم ذا ومبسوط والحمد لله ماشي الحمد لله راضي بما قضى الله. هذا الرضا، الرضا عظيم. فقضى الله والله لما خرج والله دمعت عيني. واحد ما منا يتأثر الحمد لله. ولذلك الواحد يحمد الله ويشكره على النعم العظيمة. يعني نعمة العفو والعافية هذه لا تقدر بثمن. والله يا جماعة الخير، يعني من أصبح منكم معافى في بدنه في جسده فيك، فكأنما حيزت له الدنيا. الله أكبر.